نشرة الأخبار من قناة الحياة الجزائرية، والبداية بأبرز العناوين. يحيى يستقبل من طرف ماكرون لتمثيل رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس. التلاميذ يواصلون اجتياز امتحانات تعليم المتوسط لليوم الثاني على التوالي، وحديث عن تسريب موضوع الرياضيات. فاتورة استيراد المواد الغذائية تقفز إلى حوالي 3 مليارات دولار، ومراقبون يرجعون ذلك إلى فشل سياسة الحكومة. دولياً، مقتل 4 أشخاص في هجوم بلياج البلجيكية، والسلطات ترجح فرضية العمل الإرهابي. وفي الرياضة، الجمعية العامة التأسيسية للرابطة تجتمع وتنصب لجنة الترشيحات لرئاسة رابطة كرة القدم. أهلا بكم مجددا، ونستهل النشرة بزيارة الوزير الأول أحمد يحيى إلى فرنسا، أقول، حيث استقبل من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم بقصر الإليزي بباريس. الوزير الأول الذي يشارك ممثلا لرئيس الجمهورية في الندوة الدولية حول ليبيا، والتي دعت إليها في وقت سابق فرنسا، ستعقد بمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان أخرى من بينها دول جوار ليبيا، وذلك من أجل البحث والمناقشة قصد التوصل لحل أجمع الفرقاء. ونبقى في الملف الليبي إذن، وكما أشرنا، تشهد العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية برعاية أممية في محاولة لإيجاد حلول للأزمة الليبية التي تعرف انسدادا منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي سنة 2011. القمة تنعقد وسط مخاوف من شأنها أو تعقد وسط مخاوف من فشلها، خاصة وأنها لم تعرف مشاركة كل الأطراف الليبية المتنازع فيما بينها. عصام بجمع يفصل. هل تستطيع فرنسا إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الليبية؟ الأنظار مشدودة اليوم صوب قصر الإليزي بباريس، أين يعرف اجتماعا دوليا بمشاركة أطراف فاعلة في المنطقة وبرعاية هيئة الأمم المتحدة في محاولة لتقريب بين الأطراف المتنازعة قصد الخروج بحلول للأزمة الليبية. نزع التزام جماعي من الأطراف المتنازعة في ليبيا بخصوص تاريخ إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية السنة الجارية هو ما يسعى إليه الفاعلين الدوليين المشاركين في اجتماع باريس، الذي يبدو لن يكون سهل المنال، خاصة في ظل الشروط التي تضعها الأطراف الليبية من أجل تحديد تاريخ للانتخابات. قمة باريس التي دعا إليها الرئيس ماكرون تلقى تخوفاً كبيراً من منظمات وهيئات دولية وليبية التي قد تنعكس سلباً على الأزمة الليبية، خاصة أنها لم تجمع كل الأطراف السياسية والعسكرية الليبية، وهو ما قد يفشل مسعى باريس. فبعد جهود هيئة الأمم المتحدة التي أفرزت حكومة وفاق وطني الغير مجمع عليها من الأطراف الليبية، ومساعي غسان سلامة التي لم تأتي ثمارها لحد الآن، هل يستطيع ماكرون اليوم إحداث ما عجزت عنه الجهود السابقة وإصلاح ما دمره ساركوزي أمس في الأراضي الليبية؟ هذا واختتمت إذن قمة باريس عشية اليوم، وخرجت بنتائج أبرزها تحديد تاريخ انتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 11 من ديسمبر من العام الحالي، وكذا توحيد المؤسسة العسكرية الأمنية وخضوعها لقيادة سياسية مدنية واحدة. الاتفاق إذن الليبي جاء تحت نظر وتتبع أعضاء القوى الإقليمية التي حضرت الاجتماع وتعهدت بمتابعة ما توصلت إليه الأطراف المتنازعة. هذا الاجتماع هو مهم بسبب حضور المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور رؤساء دول وحكومات البلدان المجاورة ومسؤولين من بلدان معنية جدا بمستقبل ليبيا. جاءوا وكان لهم نفس الخطاب والتزموا بنفس الالتزامات، وهم أيضا كانوا شهودا على اتفاق الليبيين فيما بينهم، وبالتالي أعتقد بأن هذه اللحظة هي لحظة تاريخية. إلى امتحانات شهادة تعليم المتوسط، حيث اجتاز اليوم المترشحون امتحان مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادة التاريخ والجغرافيا، وذلك في اليوم الثاني لدورة ماي 2018، والذي تراوحت مواضيعه بين السهل والصعب، ولتفاصيل أوفى مع سارة عبدلي.
يجتاز لليوم الثاني المترشحين لشهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2018 الامتحانات عبر التراب الوطني، حيث امتحن تلاميذ اليوم ثلاث مواد للفترة الصباحية، هي مادة الرياضيات تليها مادة اللغة الإنجليزية، أما الفترة المسائية فكانت لمادة التاريخ والجغرافيا، حيث أعرب بعض المترشحين عن استحسانهم للمواضيع المطروحة لليوم الثاني وأن المواد الممتحنة كانت في متناول الجميع، فيما عبر البعض الآخر عن استيائهم نظراً لصعوبة الأسئلة خاصة لمادة الرياضيات. للإشارة فإن عدد الممتحنين يقارب 600 ألف مترشح على المستوى الوطن موزعين عبر 190 ألف مركز، فيما تستمر الامتحانات إلى غاية يوم غد ليكون الممتحنون على موعد مع مادة اللغة الفرنسية، العلوم الطبيعية ومادة اللغة الأمازيغية التي ستكون اختيارية. رهانات كبيرة تنتظر قطاع الموارد المائية، إلزامية التخطيط الجيد والاستشراف للوصول إلى تحقيق الأمن المائي هي أولوية الحكومة حسب وزير الموارد المائية من خلال تصدير برامج استعجالية وكذا تخصيص ميزانية مرتفعة ضمن قوانين المالية. سونيا قاسي والمزيد من التفاصيل. جهود مكثفة يقوم بها قطاع الموارد المائية فيما يخص تصفية ومعالجة المياه، التسربات وحتى اقتناء أجهزة خاصة بالفيضانات، هكذا قال وزير الموارد المائية حسين نسيب الذي حل ضيفاً بمنتدى جريدة الشعب. تم اقتناء أجهزة حديثة جداً راح نبدأ يعني تنصيبها على الأودية، في الأودية التي تعرض أكثر من الأخرى بعض المدن، يعني المدن كي سون بوتنسيالمون اكسبوزي. هذا وقال نسيب أنه تم تجديد 12 ألف كيلومتر من قنوات المياه على المستوى الوطني. تم تجديد لحد الآن ما يقارب 12 ألف كيلومتر، ما زال فيه العمل، وإحنا رانا نمشي بمعدل بحوالي 2200 كيلومتر في السنة بكل برامج قطاعية، برامج البلديات، برامج نتاع الجامعات، صندوق الجامعات المحلية إلى آخره. كي نجمع كل هذه البرامج رانا نصل إلى معدل تاع 2200 كيلومتر في السنة. للإشارة فقد استفاد القطاع منذ سنة 2000 إلى غاية هذه السنة من مبلغ 50 مليار دولار كميزانية. أكد وزير الطاقة مصطفى جيتوني خلال ندوة صحفية نظمها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية بومرداس، أكد أن الجزائريين يبذرون الطاقة مقارنة بنظرائهم من تونس والمغرب، كما أمر الوزير بالعمل على الرفع من عدد الفرق العاملة والمناوبة إلى 3 فرق من أجل خلق مناصب عمل وتكوين الموظفين. وللمزيد حول الموضوع مع ريم غاسي. فتح المجال أمام الخواص من أجل العمل والاستثمار في مجال تركيب الغاز المميع، هذا ما شدد عليه وزير الطاقة مصطفى قطوني خلال زيارته إلى ولاية بومرداس، كما دعا إلى ضرورة العمل على تعميم استعمال الغاز المميع لتفادي التلوث. ويرى الوزير أن المواطن الجزائري يصرف في استهلاك الطاقة بستة أضعاف مقارنة بالمواطن التونسي والمغربي، وكشف أن الوزارة الوصية تعمل على تصدير المازوت والغاز نحو إفريقيا، وطالب بالعمل على الرفع من عدد الفرق العاملة والمناوبة إلى 3 فرق من أجل خلق مناصب عمل وتكوين الموظفين. ويبقى على السلطات التنسيق مع المواطن من خلال التحسيس بضرورة بذل جهد أكبر من أجل ترشيد الطاقات، خاصة مع ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. قفزت فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى 3.15 مليار دولار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، وتمس هذه الزيادة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والسكر والقهوة، زيادة يرجعها مراقبون لفشل السياسات الحكومية لمجابهة الأزمة الاقتصادية الراهنة. يقول محمد الشريف نتابع.
في ظل منع الحكومة استيراد ما يقارب 900 مادة من الخارج، ها هي فاتورة استيراد المواد الغذائية تقفز لتبلغ 3 ملايير دولار فاصل 15 خلال الثلاث الأول من السنة الحالية، 2 مليار دولار فاصل 28 السنة الماضية، بزيادة تقدر ب 2% فاصل 15، ارتفاع يربطه مراقبون بأسعار بعض المواد المستهلكة محليا وبحجم العملة الوطنية في الأسواق العالمية، مما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين. فيما يخص فاتورة استيراد المواد الغذائية، هي مربوطة أصلا بأسعار يعني بعض المواد المستهلكة محليا في الأسواق العالمية. أولا احنا أكبر يعني واردات الجزائر فيما يخص المواد الغذائية ماهيش مواد كمالية اللي كانت موجودة في قائمة وزارة التجارة، ولكن المواد الأساسية بما فيها الحبوب والحليب يعني مشتقاته، وخاصة يعني قدرة الحليب اللي يستعملوها. وعود الحكومة المتكررة بتشجيع الاستهلاك المحلي وفرضها لإجراءات اقتصادية تقشفية وإنعاشية، لكن الفاتورة فاقت 148 مليون دولار، ففي ظل عدم وجود إنتاج محلي تبقى الجزائر ملزمة بمواصلة الاستيراد لتلبية الحاجيات السوق الداخلية. ما يخص المواد يعني استهلاك العام هذيك ما نتجوهاش يعني كما نقولوا احنا بكميات متوفره للجميع في الجزائر، لما نتكلم عن الحبوب يتراوح الانتاج الجزائري بين 3-4 مليون طن على اقصى تقدير، وحنا الاحتياجات نتاعنا مرات تصل 18 مليون طن في العام. هي إذن مؤشرات جديدة تضاف إلى عوامل ضعف الاقتصاد الوطني الذي بات من الضرورة بمكان صياغة سياسات اقتصادية جديدة أكثر فاعلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن. تعرف مختلف مصالح أو مصالح استخراج الوثائق ببلدية العاصمة توافدا كبيرا للمواطنين، خاصة في شهر رمضان، بغية الحصول على الوثائق البيومترية قبل المصادقة على قانون المالية التكميلية المتعلق برفع تسعيرة هذه الوثائق. ناجية صماطل تنقلت إلى بلدية الجزائر الوسطى وعادت لنا بالتالي. بعد قرار الحكومة رفع تسعيرة الوثائق البيومترية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، عرفت مختلف بلدية العاصمة توافداً كبيراً للمواطنين لم يكن معهوداً خاصة في شهر رمضان. توافد ما هو إلا سباق مع الزمن قبل المصادقة على مقترح الزيادات التي أصبحت تثقل جيوب المواطنين. باسبور يقول لك بور 1 مليون، مين تقدر تجيبها؟ برميت كونتبير تاعك تبدليه أو بزاف. لاكار ديدونتيتي 2500 عدد كبير من المواطنين يرغبون بتسوية وثائقهم الإدارية على غرار جواز السفر والوثائق اللازمة لاستخراجه. جاء هذا وسط تذمر المواطنين ورفضهم التام لهذا الأمر، متسائلين عن عدم فرض نفس الزيادات على بطاقة الناخب. ماشي حاجة قال حاجة نيسيسار باش يزيدوا لها وكذا، خاطر بون لي باسبور ماناش نخرجوا بهم البلاد، ما خدمش باسبور انا امبوسيبل تي ميم كارت دونديتي وكذا نخرج هكا، هما ينقصوا لنا في العفايس هذوما، انا بوكو دافونتاج هكا سيرتو في البترول وكذا. هي إذن حمى الزيادات وارتفاع الأسعار التي انتشرت في الجزائر في الآونة الأخيرة تمس هذه المرة الوثائق الرسمية للأفراد الذين ترجموها إلى أنها سابقة من نوعها، تحدث في وقت بلغ فيه سعر البترول 80 دولار. تشهد ظاهرة التسول تزايداً ملحوظاً خلال شهر رمضان، خاصة في الساحات العامة والمساجد وكذا الأسواق وبعض المحلات، متحولة بذلك إلى حرفة مربحة لممارسها. محمد جغلاف وأكثر تفاصيل. وليداتي ربي يسهل عليكم، ربي ينجحكم، الله ينالكم وشاكم ناوين وليداتي روح إن شاء الله. لله يا محسنين صدقة على الوالدين. عندما يصبح التسول فنا من فنون الإقناع يستدعي خطابا لبقا يدغدغ نفوس المرأة،
متسولون يستغلون فرصة الصيام لغزو الشوارع والأسواق وحتى المساجد، فمنهم من هو محتاج فعلا، لكن الكثير منهم امتهن التسول حرفة يحتال بها لتحصيل الثروة. تفاقم هذه الظاهرة وصل حد استغلال الأطفال والمسنين وحتى المعاقين من أجل جمع المال وكسب ود الناس. فعندما أصبح التسول يرسم معالم شهر فضيل من سماته سخاء الجزائريين وطمع وجشع المتسولين، بات من الضروري تضافر جهود مختلف الفاعلين بدءا بالتوعية ووصولا إلى الردع وتطبيق القانون في حق من يقفون وراءه. من بين الأشياء المميزة للجزائريين خلال الشهر الفضيل أزلابية والشربات والتي أضحت موروثا تقليديا تتميز به مدينة بوفاريك، ما جعل الجزائريين يقصدونها من كل صوب وحدب لاقتناء ما لذ وطاب منها. أكثر تفاصيل في تقرير لمحمد أمين بدري. يتساءل الكثير من الجزائريين لماذا بمدينة بوفاريك هناك اختناق مروري؟ السر في ذلك هو أزلابية. يعكف رشيد بكل جد وتفان في صنع أزلابية التي امتهنها منذ نعومة أظافره. فورا في شهر رمضان نخدموا في زلابية بوفاريك، نوجدوا فيها للزبائن تاعنا، يجونا الزبائن من 48 من ولاية يشتروا هذه الحلويات التقليدية وخاصة زلابية بوفاريك. أصبحت زلابية بوفاريك موروثا تقليديا لدى الجزائريين، حيث يحجون إليها من كل بقاع الجزائر. بوفاريك رجعت عادة في ما يخص زلابية والشربات. دونك ليستوار تاع زلابية واحد الوقت كانت تباع غير في رمضان، مي دوكا راهي لونغير داني هنايا، راك تشوف كل عام هنايا، اروح طول عام تصيب زلابية هنايا وتصيب الجوي. توجهنا بعد ذلك إلى متلازمة زلابية، وهي شربات بوفاريك التي لا يستغني عنها كل من جاء من أجل اقتناء زلابية. إسماعيل طالب جامعي، حبه لصنع الشربات جعله من عاشقي هذه المهنة، حيث يمارسها بشكل يومي في أيام رمضان الفضيلة. نحكي لكم على الشربات، وأنا عندي 5 سنين ونخدم فيها، كنا نخدموها إحنا غير في رمضان، أنا نهضر على القدوم هذا، وذو كانوا نخدموها آجور يوميا، الحمد لله، وأنا ناجح، وكما راكم تشوفوا الغاشي هنا يا آجور. تبقى زلابية وشربات بوفاريك من أفضل الحلويات التي يعشقها الكثير من الجزائريين. ونبقى دائما مع رمضان إذ ترتبط لياليه القصيرة بالسهرات والعبادات والتي يقضي من خلالها معظم الجزائريين ليالي بيضاء على حساب النوم. عوامل عدة تقف خلف هذا التغيير المضطرب كطبيعة الحياة العصرية التي تزدحم بقائمة طويلة من المشاغل والملهيات، وهو ما جعل الأطباء يحذرون من قلة النوم التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان. ولتفاصيل أوفى مع إكرام بطاش نتابع. شيئا فشيء بات السهر يحتل مرتبة أكبر لدى الجزائريين، خاصة في شهر رمضان الذي تنقلب فيه حياة المواطنين رأسا على عقب. فالسهر ليلا والعمل نهارا أصبح سمة الصائمين، ويزداد الأمر سوءا حينما يجبر الصائم على الاستيقاظ باكرا وقضاء اليوم في العمل المرهق. راكو عارفين باللي أخطر حالة يكون فيها الإنسان هي من نقص النوم، لأن ذاتنا ملزومة بها تكون في استقرار، لازمها وقتها تعنيهم على الأقل 5 سوايع. التغيير في مواقيت النوم لا يغير من الحقيقة التي أثبتتها أبحاث طبية كثيرة، فالسهر إلى وقت متأخر من شأنه تعريض المراهقين للإحباط ومرض البدانة وضغطية الدم، كما أن مساوئ قلة النوم لا تتوقف عند هذا الحد، فغالباً ما يكون نهار المحرومون من النوم الكافي أقل إنتاجاً وقلة في التركيز. عدم النوم راوي أثر ويكون سبب في ظهور أمراض مزمنة، مثلا مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدموي، نام تذبذب في ناحية الهرمون. إن الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ كفيل في إبعاد شبح الأرق، وإن كان الحد الأوفر في رمضان يعود للسهرات الليلية والعبادات، إلى أن راحة البدن وصحته قبل كل شيء.
اليوم العالمي للطفولة موعد سنوي تقف عنده كل سنة جميع شعوب العالم. حروب تقتل الأرواح وتمحو الطفولة التي حملت السلاح بدل الألعاب في ليبيا، واحترفت الهروب في سوريا، ولازمت الدموع في العراق وفي اليمن ومالي ودول أخرى كثيرة. هو إذن موضوع تطرق له فروم المجاهد صباحة اليوم في ندوة عنوانها خطر الحروب على الأطفال. نتابع هذا الروبورتاج حول الموضوع لندى محجوبي. جينا اليوم نعاد على البابا هو بالقبر تحت التراب تحت التراب. ولدنا كبارا وحملنا الجرح ونحن في بطون أمهاتنا، كم كنا نود أن تكون القنابل ورودا تنثر على ساحات أحيائنا. هم أطفال حملوا الهم صغاراً وترقبوا بدل طلوع شمس يوم جديد هجوم العدو الغاشم البليد. سلطات الاحتلال الصهيوني تقوم بانتهاكات بحق الأطفال منذ اللحظة الأولى من اعتقالهم، وتقوم بممارسات وحشية منها إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات الاعتقال. الفاتح من شهر جوان يوم عالمي للطفولة، للبراءة، لحماية صوت السلام، الحب والوئام. يوم جمع اليوم وككل سنة صوت البراءة هاته بجمع من أياد وحدت أصواتها ليسمع صوت الحق، صوت الطفولة الحالم التي لا ذنب لها في حروب صنعها الواقع. هذا كله سوف يعود علينا نحن كمسؤولين وكآباء وكمنظمات مجتمع عالمي مسؤول عن الأطفال في هذه الدول التي فيها حروب اصطنعت وافتعلت بالتآمر وبالتنسيق مع دول عظمى من أجل تشتيت هذه الأطفال. هي آلام لا يمحوها الزمن ولا تحصيها المنظمات، بل جروح السلام وحده كفيل بعلاجها. نظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام ليلة أمس حفلاً موسيقياً بقاعة المجار، أين أحيت كل من الفنانة لامية ماديني والفنانة حسيبة عبد الرؤوف حفلاً فنياً ساهراً وسط حضور العائلة الجزائرية. تقرير سارة عبدلي. على نسمة الأغنية الأندلسية والعاصمية اهتز ركح قاعة المجار ليلة أمس بحفل فني ساهر للفنانتين حسيبة عبد الرؤوف ولميا مديني وسط حضور جماهير غفير لعشاق الطابع الجزائري. الجمهور تفاعل بالأداء الرائع للفنانتين وسط أجواء بهيجة. راني فرحانه بزاف. سي تاغريابل دالي ايكوتي دو لا ميوزيك سورتو بارتيكوليرمون دو لا ميوزيك اندلوس. برنامج ثري من المختارات العاصميه والاندلسيه ميز هذه السهره الفنيه، حيث ادت الفنانه حسيبه عبد الرؤوف مختارات من رصيد المطرب الراحل الهاشمي قروابي، كما اطربت الفنانه لميا مديني جمهورها بطابع العراق والحوزي. جي شوازي الحوازه، واول كما قلت لك اول البرنامج هو في طبع في العراق. انا حنخدم يا بلارج القلبه سالي. على بالكم حسيبه عبد الرؤوف متنوعه في الطبوع، متنوعه في الاغاني، في شويه صيفي شويه شاوي شويه عاصمي شويه قبائلي. ومن ركح قاعة المجار وبأحلى النغمات استمتع الجمهور الجزائري وتميل على الموسيقى الأندلسية والعاصمية في ليلة 12 من رمضان. من المنتظر أن يتم استقبال 22 فيلما قصيرا وطنيا يوم 24 من شهر أفريل الجاري، وذلك للمشاركة في فعاليات المسابقة الوطنية التي ستنظمها وزارة الثقافة بولاية الوادي، على أن تبدأ فعالية الافتتاح يومي 25 والسادس والعشرين من نفس الشهر. ما
زالت المخرجة الجزائرية لويزا قادري تفاجئنا بنجاحاتها وتأهل أفلامها في مهرجانات ومسابقات دولية لتمثل الجزائر بأبهى حلة. فيلم قتلتم براءتي في نهائيات المسابقة الدولية للصحة بجامعة سوربون الذي سيعقد في 5 جويلية بكلية الطب، حيث ينقل الفيلم الصامت قتلتم براءتي معاناة الفتيات القصر عن واقع زواج القاصرات في المجتمعات العربية وحتى الغربية، وهي قصة حقيقية حدثت باليمن. قتلتم براءتي قد شارك في الدورة 5 لمهرجان أوسكار إيجت بمصر، وقد تأهل إلى المرحلة النهائية في مهرجان لوس أنجلوس سينيفاست، بالإضافة لترشحه في 7 مهرجانات عالمية بفلوريدا، الكاميرون، العراق، الإمارات وغيرها من الدول. لقبت لويزا قادري صاحبة الفيلم بسفيرة الشباب العربي بالجزائر، الحائزة على جائزة الشخصية المتميزة من الاتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني. حصيلة أفلامها تقارب 20 فيلما من وثائقي، درامي، سياحي وتوعوي. حازت على جوائز عالمية لفيلميها البارزين في المهرجانات الدولية، فيلم قتلتم براءتي وطائر بلا وطن، لتبقى أعمال المخرجة لويزا قادري رافعة للعلم الجزائري والكوفية الفلسطينية في كل المهرجانات والمسابقات العالمية. إلى أخبارنا الدولية الآن، حيث قتل رجل 3 أشخاص بينهم شرطيتان صباح اليوم في ليج شرق بلجيكا، قبل أن يقتل برصاص قوات الأمن بعد أن احتجز رهينة في مدرسة، وذلك في هجوم تشير نيابة بلجيكا إلى أنه يحمل سمات العمل الإرهابي. وضع نشطاء حقوقيون آلاف الأحذية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تضامنا مع فلسطين، داعين قادة الاتحاد لوضع حد للظلم الواقع على الفلسطينيين وحماية حقوقهم في حياة أو في الحياة. تقرير نور الهدى عجابي. عيوننا إليك ترحل كل يوم. مبادرة فريدة من نوعها قام بها مجموعة نشطاء بوضع 4500 زوج من الأحذية، وهو عدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب غزة 2008، يرمز كل واحد منها لحياة كل فلسطيني. أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا أمام مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في ميدان جون راي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بغية لفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي. جاءت الحركة اللافتة التي حملت عنوان حياة الفلسطينيين مهمة أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، دعا فيها الناشطون قادة الاتحاد إلى وضع حد لظلم إسرائيل وحماية حق الحياة للفلسطينيين، كما وجهوا دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني. المختصرات الدولية تريدها لنا موجزا نبيل غزالي. استهدفت ضربات جوية اليوم مواقع لميليشيات حزب الله في ريف حمص بسوريا قرب الحدود اللبنانية، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم أحد قادة الجماعة التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد. تراجع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود إلى المقاعد الخلفية، وترك مقعد بلاده شاغراً تأكيداً منه على اعتراض واشنطن على ترأس سوريا لمؤتمر نزع السلاح. صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة تلفزيونية من أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح. توفي السياسي الفرنسي وصانع الأسلحة الشهير سيرك داسو عن عمر ناهز 93 سنة نتيجة فشل في القلب، حسب ما أفادت به عائلته في بيان نشرته صحيفة لوفيغارو اليومية التي يمتلكها. ويعتبر داسو من أبرز مصنعي الأسلحة والطيران في تاريخ فرنسا. إلى أخبارنا الرياضية الآن، حيث أجريت صبيحة اليوم أشغال الجمعية العامة التأسيسية
للرابطة المحترفة بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بدال إبراهيم. وتم تعيين رئيس فرع كرة القدم في نادي بارادو على رأس لجنة ترشيحات التي ستبدأ في استقبال الملفات حتى تاريخ 5 جوان القادم، لتاليها مرحلة الطعون، ومن ثم سيتم انتخاب الرئيس الجديد للرابطة يوم 21 جوان القادم. هذا وعرفت أشغال الرابطة حضور كافة رؤساء أندية المحترف الأول والثاني وموافقتهم على القانون التأسيسي الجديد للرابطة. إلى أخبار العلوم، ففي تجربة غريبة وعلمية هي الأولى من نوعها، قام مجموعة من الباحثين بجامعة أمريكية بدمج خلايا بشرية اصطناعية مع أجنة دجاج حقيقية أدت إلى نمو العظام والهياكل العصبية، فيما يخشى بعض المعلقين عبر مواقع الإنترنت من الأسوأ فيما يتعلق بالنتائج. رؤوف زرارة يفصل لنا في هذا الموضوع، نتابع. أجرى فريق بحث في الجامعة الأمريكية روكيفيلر بولاية نيويورك عملية دمج لخلايا بشرية صناعية مع أجنة دجاج حقيقية في تجربة غريبة أدت إلى نمو العظام والهياكل العصبية. ومن خلال فهم عملية نمو مثل هذه الهياكل والمسارات المحددة لبعض الخلايا في التطور المعقد للأعضاء البشرية المهمة مثل الدماغ والرئتين والكبد وكذلك بنية العظام، يمكن للباحثين محاربة الأمراض التي تؤثر عليها، حيث وجدوا أن هذا المزيج طور بنية العمود الفقري وكذلك المراحل الأولى من الأنسجة العصبية، لتكون هذه المرة الأولى التي يحقق فيها الباحثون مثل هذا الإنجاز الفذ. وفي حين أنه من غير المرشح أن يتم زراعة هجين دجاج البشر المتحول في المختبرات، إلا أن الدراسة تسلط الضوء على تفاعل مثير للاهتمام للحمض النووي من نوعين مختلفين تماماً. وكما تم الترحيب بالدراسة كخطوة فعالة في تطوير الطب التجديدي، إلا أن بعض المعلقين عبر مواقع الإنترنت يحكمون ويخشون الأسوأ فيما يتعلق بالنتائج. بأخبار العلوم مشاهدينا، نختم وإياكم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. هو يحيى يستقبل من طرف ماكرون لتمثيل رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس. التلاميذ يواصلون اجتياز امتحانات التعليم المتوسط لليوم الثاني على التوالي، وحديث عن تسريب موضوع الرياضيات. فاتورة استيراد المواد الغذائية تقفز إلى حوالي 3 مليارات دولار، ومراقبون يرجعون ذلك إلى فشل سياسة الحكومة. دولياً، مقتل 4 أشخاص في هجوم بلييج البلجيكية، والسلطات ترجح فرضية العمل الإرهابية. وفي الرياضة، الجمعية العامة التأسيسية للرابطة تجتمع وتنصب لجنة الترشيحات لرئاسة رابطة كرة القدم. نهاية هذه النشرة، تحية خاصة وخالصة مني ومن الفريق العامل معي، صحة صحوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.